320 صاروخا. حزب الله يعلن انتهاء المرحلة الأولى من الرد على مقتل شكر، وإسرائيل تهاجم وتتوعد لبنان. إسرائيل تستهدف منصات صواريخ لحزب الله وتقول إنها لا تسعى إلى حرب شاملة. بمشاركة أمريكية مصرية قطرية، جولة جديدة اليوم بالقاهرة لمفاوضات الهدنة، ومصر تطمئن حماس على فيلادلفيا. نيويورك تايمز تقول إن CIA وضعت رادارات خاصة في غزة لكشف موقع سنوار من دون نجاح. ومرحبا بكم مشاهدينا برفقتنا مع قناة الحدث لمتابعة آخر التطورات، حيث استيقظ اللبنانيون صباح هذا اليوم على ضربات إسرائيلية استباقية مفاجئة على لبنان بمشاركة 100 من المقاتلات الحربية. قبلها هجوم واسع من حزب الله على إسرائيل. حزب الله أعلن أنه نفذ هجوما واسعا على إسرائيل بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الإسرائيلي ردا على اغتيال فؤاد شكر، مؤكدا استهداف هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن الحزب عنه لاحقا. وقال حزب الله إن المرحلة الأولى انتهت بعد إطلاق 320 من صواريخ الكاتيوشا. مراسلة الحدث نقلت عن مصادر إسرائيلية أن حزب الله كان يخطط لاستهداف مقر الموساد ووحدة 8200 شمال تل أبيب، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن غاراته دمرت آلاف الصواريخ التي كانت موجهة نحو تل أبيب. وأفادت مصادر الحدث بإصابة جنود إسرائيليين باستهداف حزب الله معسكرا استخباراتيا بالجليل. وكأن الحرب الشاملة قد اندلعت بين حزب الله وإسرائيل، استفاق الناس على أصوات صافرات إنذار وصدى انفجارات ومشاهد بثتها الحكومة الإسرائيلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي يقود غرفة عمليات تتحدث عن 100 طائرة حربية دمرت منصات في جنوب لبنان كانت معدة لإطلاق نحو 5000 صاروخ نحو أهداف استراتيجية في عمق إسرائيل. في الساعة الماضية رصدنا استعدادات مكثفة من جانب حزب الله لإطلاق صواريخ باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وبعد تحديد شامل بدأ سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة المنطقة الشمالية في ضرب أهداف لحزب الله بشكل استباقي وواسع النطاق من أجل إزالة التهديدات الموجهة إلى مواطني إسرائيل. بالتزامن مع مؤتمر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، كان حزب الله يصدر بياناً يقول فيه إن هجوم الانتقام لاغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر قد بدأ، وإن عشرات الصواريخ قد انطلقت لإشغال الدفاعات الجوية الإسرائيلية بينما هاجمت المسيرات أهدافاً عسكرية حساسة. ومن جلى النهار حتى تبين أن ما حدث أقل بكثير مما أعلن. حزب الله نفى إحباط هجومه بضربة إسرائيلية استباقية، وإسرائيل نفت إصابة أهداف استراتيجية لها، ولم يعلن عن خسائر بشرية بين الجانبين خلال الهجوم، ولم يتجاوز أي من الطرفين قواعد الاشتباك التي أرسيت منذ نحو 10 أشهر، إلا إذا أخفى أحد الطرفين قصداً خسائر حقيقية نجمت عن الهجوم المتبادل. وبعد ساعات من الرد الاستباقي الإسرائيلي وهجوم حزب الله بالكاتيوشا والمسيرات، كشفت مصادر الحدث إصابة 5 جنود إسرائيليين تراوحت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة باستهداف زورق حربي إسرائيلي. المصادر أشارت أيضا إلى إصابة معسكر إسرائيلي تابع للاستخبارات العسكرية في الجليل الأعلى، مضيفة أن الاستهداف تسبب في إصابة جنود إسرائيليين بالمعسكر. من جانب آخر، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي مشاركة 100 طائرة حربية في الهجوم الذي استهدف أكثر من 200 هدف في لبنان. هذا وأيضا أفاد الإعلام الإسرائيلي عن مقتل رقيب بالجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل. قال
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني، قال إن إسرائيل رصدت استعدادات هجوم حزب الله، مبينا أنه تم إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي للتحرك بشكل استباقي، وأضاف أن إسرائيل دمرت آلاف الصواريخ لحزب الله وهي تعمل بقوة كبيرة سواء في الدفاع أو في الهجوم. رصدنا هذا الصباح استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل، وبالتشاور مع وزير الدفاع ورئيس الأركان أصدرنا تعليماتنا للجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل استباقي لإزالة التهديد، ومنذ ذلك الحين يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة لإحباط التهديدات. لقد دمر آلاف الصواريخ الموجهة إلى شمال البلاد، كما أحبط العديد من التهديدات الأخرى، ويعمل بقوة كبيرة سواء في الدفاع أو الهجوم. أطلب من مواطني إسرائيل الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية. نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لحماية إسرائيل وإعادة السكان إلى الشمال، ونحن متمسكون بقاعدة من يؤذينا نؤذيه. مرة جديدة نذهب وإياكم مشاهدينا إلى القدس، حيث تنضم إلينا من هناك مراسلة الحدث الزميلة لنا كولغاسي. لنا أهلا بك مرة جديدة، هل من جديد فيما يتعلق بحجم الخسائر والأضرار التي تكبدتها إسرائيل، سيما وأن حزب الله يقول بأنه وصلت صواريخه إلى العمق الإسرائيلي؟ هل من معلومات عن الأضرار، حجم الأضرار، أو ما زال هناك نوع من التكتم؟ أهلا بك. حقيقة لا جديد في خلال الساعة الماضية بأي معلومات أو أي تطور ملحوظ. يعني نتحدث بأن الجيش الإسرائيلي يتحدث بأنه لم تصل صواريخ حزب الله إلى العمق الإسرائيلي إلى تل أبيب. كان هناك بعض المصادر منها صحيفة يدعوت أحرنوت تتحدث أن كان هناك نية من حزب الله بإطلاق الصواريخ لتصل إلى موقع تابع للموساد الإسرائيلي، ولكن حتى اللحظة الجيش يقول بأنه قام بإحباط هذه الصواريخ ولم يصل أي صواريخ إلى العمق الإسرائيلي إلى تل أبيب. كان هناك رشقات صاروخية ومسيرات وصلت إلى الجيل الأعلى، الجيل الغربي، ولكن لم تتخطى هذه المسافة. ومن ناحية أخرى لم يكن هناك أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي حسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. حتى الآن تكتم كبير من الناحية الإسرائيلية بخصوص الخسائر سواء بالثكنات العسكرية وما إلى ذلك. فقد تم نشر فيديوهات لإسرائيليين لأماكن سكنية، كان هناك فقط أضرار في المباني ولكن أضرار حقيقة طفيفة جدا. أيضا هل من تصريحات جديدة من قبل السياسيين، خصوصا وأننا سمعنا يعني في صباح هذا اليوم ما ردده نتنياهو بأننا سنؤذي كل من يقوم بإيذائنا، بالإضافة إلى اصطفاف مسؤولين كبيني غانتس بأننا صف واحد في مواجهة حزب الله؟ هذه التصريحات متكررة سواء من الناطق باسم الجيش وزير الدفاع أو حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية هي جاهزة لأن تصل لجميع من يعتدي على الحدود الإسرائيلية في الجبهة الشمالية الجنوبية وما إلى ذلك. وحتى لو كان هذا يعني المستهدف يعني من مناطق بعيدة أو حتى قريبة من الحدود الإسرائيلية، إسرائيل لديها الإمكانيات حتى تصل إلى هذه المناطق. طبعا هذه كلها بالروايات الإسرائيلية،
ولكن من ناحية أخرى ما زال هناك حالة من التأهب والترقب في إسرائيل، خاصة بأن حزب الله كان قد تحدث بشكل واضح أن هذا الرد اليوم هو كان فقط جزء من الرد، وفي الأيام القريبة القادمة من الممكن أن يكون هناك أي رد محتمل استكمالا لهذا الرد على الاغتيالات الإسرائيلية. نعم، يعني حتى قيل بأنها ربما هذه هي المرحلة الأولى من الرد على اغتيال شكر، وأن الأنظار تتوجه اليوم إلى سماع كلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله في الساعة 6. أيضا ماذا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، لسيما وأنها تقوم بالكشف عن العديد من الأمور التي ربما يعني يتكتم عليها أو تتكتم عنها الحكومة ومؤسسة الجيش؟ كان هناك معلومات، وأعود وأذكر، بإصابة جنود إسرائيليين باستهداف حزب الله لمعسكر استخباراتي بالجليل، بالإضافة إلى أيضا تضرر زورق حربي إسرائيلي. هل من معلومات في الإعلام الإسرائيلي عن هاتين الحادثتين؟ لا معلومات حقيقة من قبل الجيش الإسرائيلي وما إلى ذلك، ربما هذه فقط مصادر خرجت للتو أو قبل ساعة من الآن، ولكن لا تأكيد من الجانب الإسرائيلي، بمعنى أن تصريحات لم تطلق من الجيش الإسرائيلي بخصوصها. شكرا لك لانا على تزويدنا دائما بكل التحديثات. رفقتنا من القدس مراسلة الحدث الزميلة لانا كولغاسي، شكرا لك. قوات حفظ السلام اليونيفيل في بيان وبعد التطورات الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله دعت جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد، وذكر البيان أن السبيل الوحيد والمستدام للحل هو العودة إلى وقف إطلاق النار، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701. وأضافت قوات اليونيفيل أنها ستواصل الاتصالات لحث جميع الأطراف بقوة على خفض التصعيد. وقد ألغت معظم شركات الطيران التي كانت متوجهة إلى بيروت رحلاتها اليوم، فيما حولت أخرى وجهتها إلى مطار الملكة عليا في عمان.
وعقب اجتماع عاجل للجنة الطوارئ، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن حكومته تجري اتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد، مضيفا أن المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701. أيضا مرة جديدة نذهب وإياكم إلى جنوب لبنان، حيث تنضم إلينا من هناك مراسلة الحدث الزميلة ناهد يوسف. ناهد، يعني كنا قد علمنا منك سابقا بأن هناك استطلاعات مستمرة للطائرات الإسرائيلية، كيف يمكن وصف الوضع الآن؟ هل هناك أي جديد؟ لا يزال المشهد على حاله جزال منذ أكثر من ثلاث ساعات، والهدوء الحذر يخيم على الجبهة الجنوبية. طبعا هناك طلعات جوية للمقاتلات الحربية الإسرائيلية بين الحين والآخر، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاعية التي أيضا لا تزال تحلق فوق الجبهة الجنوبية، وليس فقط فوق الأجواء الجنوب بل فوق العديد من المحافظات اللبنانية. ومن هنا نشير إلى سقوط أيضا مسيرة إسرائيلية صباح هذا اليوم في منطقة عكار شمال لبنان، وكان الجيش عامل على تفكيك هذه المسيرة والتي كانت سقطت عند الساعة 6 من صباح هذا اليوم. إذن المسيرات ليست فقط تحليقها فوق الجنوب إنما فوق مختلف المحافظات اللبنانية. بالنسبة للميدان لم تحصل أي عملية أو استهداف حتى هذه اللحظة، حزب الله كان اكتفى بالردود التي كان قام بها، وبعد أن أعلن بانتهاء العملية العسكرية لهذا اليوم لم يطلق أي صلية صاروخية جديدة أو أي رشقة جديدة. وأيضا أما إسرائيل فبعد أن كانت أعلنت عن توقف أيضا أو انتهاء ردها، عادت جددت غاراتها على بلدات مختلفة حدودية، ميس الجبل ومركبة وأحزمة نارية على زبقين والنقورة، ومن بعدها توقفت هذه الاستهدافات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة. يعني لا يزال الهدوء الحذر هو سيد المشهد في الجنوب، مع الترقب طبعا لما ستحمله الساعات المقبلة وللكلمة طبعا التي سيلقيها أمين عام حزب الله حسن نصر الله اليوم عند الساعة 6 من مساء هذا اليوم، أيضا بانتظار الإعلان عن هذا الهدف الذي كان أعلن الحزب بأنه استهدفه بمسيرات هجومية في العملية التي قام بها في إطار الرد على اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر. هل توقفت الغارات الإسرائيلية منذ صباح هذا اليوم ناهد؟ نعم، يعني كان آخر استهداف هو عند الساعة 11 من قبل ظهر هذا اليوم، كانت آخر غارة إسرائيلية شهدتها البلدات الجنوبية، ومنذ ذلك الحين توقفت. صباحا كان أغار في أول هجماته التي حصلت عند 4:30 من فجر هذا اليوم أغار على أكثر من 20 بلدة حدودية وغير حدودية بأكثر من 50 غارة، ثم عاد وجدد هذه الغارات بعد العمليات التي كان قام بها حزب الله. جدد هذه الغارات والتي أشرنا إليها مع الأحزمة النارية على بلدتين نقورة وزبقين، ومنذ ذلك الحين الهدوء الحذر يخيم على هذه الجبهة. طبعا مع انتظار تداعيات أيضا ما ستحمله هذه الاستهدافات من قبل الطرفين. صحيح. أيضا هل يعني نستطيع أن نستطلع منك الوضع الإنساني لأهالي الجنوب، رغم من أن هناك العديد غادروا بيوتهم، ولكن ما زال هناك أيضا يعني مواطنين لبنانيين ليس لديهم أماكن أخرى للذهاب إليها وهم في الجنوب، باقون في الجنوب، ليس على الشريط الحدودي. البلدات الحدودية هي البلدات الحدودية هي بالكامل خالية، أي تحرك أو أي بقاء هو مخاطرة طبعا على حياتهم، خصوصا وأن إسرائيل تستهدف وتقتل أي شخص يتحرك في البلدات الجنوبية مهما كان، يعني إن كان مقاتل أو إن كان مدني أو حتى إن كان صحفي. لذلك ليس في البلدات الحدودية أولئك الذين ليس لديهم أماكن يتوجهون إليهم أو هناك صعوبة في اقتصادية بالإمكانيات المادية والاقتصادية على استئجار أماكن أخرى، توجهوا إلى مراكز الإيواء التي تم استحداثها منذ بداية المواجهات، خصوصا في مدينة صور التي تضم أكبر عدد من مراكز الإيواء للمدارس التي تم إنشاؤها كمراكز إيواء. هؤلاء غادروا بلداتهم منذ بداية المواجهات. في العمق الجنوبي كنا شاهدنا في بعض الأحيان عندما كانت تشهد الجبهة تصعيدا، كنا شاهدنا حركة نزوح باتجاه صيدا أو باتجاه العاصمة بيروت أو حتى أماكن جبلية. بالنسبة للأهالي في الضاحية الجنوبية بعد الاستهداف
الهدف الأخير للضحية. أيضا بعض العائلات فضلت المغادرة، ولكن الغلاء في أسعار الإيجارات لأصحاب المنازل الذين رفعوا أسعارهم بشكل خيالي، هذا كان دافعا لبقاء العديد من العائلات في أماكنهم. اليوم لن نرصد أي حركة نزوح، خصوصا مع إعلان الطرفين بعد هذه العملية صباحا بأنها انتهت، لذلك هذا الأمر لم يؤدي إلى أي حركة نزوح جديدة سجلت اليوم من الجنوب اللبناني. شكرا لك على كل هذه التحديثات التي رافقتنا بها من جنوب لبنان. مراسلة الحدث الزميلة ناهد يوسف، نتمنى لكم دوما السلامة. شدد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن تل أبيب لا تسعى لحرب شاملة، لكنها ستتصرف وفقا للتطورات على الأرض. من جهته قال زعيم معسكر الدولة بيني غانتس أن الجميع في إسرائيل يقف صفا واحدا ضد حزب الله، وأضاف أن لحكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي كامل الدعم الواسع والمطلق. ننوه أيضا مشاهدين بهذا العاجل عن رئيس الحكومة في لبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال، نقاط عقب الاجتماع الوزاري الطارئ، يقول نجري اتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد. أيضا ونقل موقع أكسيوس عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يراقب عن كثب الأحداث في كل من إسرائيل ولبنان، وأضاف أن كبار المسؤولين الأمريكيين يتواصلون بشكل مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين بتوجيهات من بايدن. كما وجدد المسؤولون الأمريكيون التزام إدارة بايدن بمواصلة دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والعمل من أجل الاستقرار الإقليمي. أبدت الخارجية المصرية قلقها بالتصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وحذرت الخارجية المصرية في بيان لها من مخاطر التصعيد مشددة على أهمية استقرار لبنان، ودعت الخارجية المصرية إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لخفض حدة التوتر في المنطقة، وشددت الخارجية المصرية على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة لحالة من عدم استقرار شاملة. وأكدت القاهرة حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة لتجنب المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين. وأيضا للحديث عن هذه الضربة في صباح هذا اليوم بين إسرائيل وحزب الله تنضم إلينا من بيروت الكاتبة الصحفية سناء الجاك. أهلا بك سيدة سناء برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. يعني كما نتابع هناك تضارب بين إسرائيل وحزب الله، إسرائيل تقول بأنها قامت بضربة استباقية بعد أن تأكدت بأن هناك تأهب لمنصات إطلاق الصواريخ عند حزب الله، وحزب الله ينفي، والأنظار تتوجه اليوم إلى الكلمة التي سيلقيها الأمين العام. بالتالي كيف يمكن اختصار هذا المشهد؟ كيف يعني يمكن قراءة هذا المشهد وبماذا ينبئ؟
أولا تحياتي لك ولمشاهدي العربية الحدث. شكرا. أهلا. أهلا بك. هذا المشهد هو ما هو مألوف حاليا في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، كأن المسألة هي مسألة تسجيل نقاط وليس حرب مشاغلة فقط، أو أن المعارك التي تجري هي لهدف فقط يعني مساندة غزة. هناك مباراة بين حزب الله وإسرائيل بشأن من ينجز انتصارات أكبر، وتحديدا حزب الله هو في هذا المجال يحاكي بيئته ليقول لبيئته أنه منتصر دوما على إسرائيل، ويحقق ضربات عميقة في العمق الإسرائيلي بهذا الشأن. لذا يهمه جدا أن ينفي أن إسرائيل هي من يعني سبقته بخطوة، في حين أن نتنياهو الذي يسعى أيضا إلى تحقيق إنجازات بين قوسين حتى يقوي أوراقه التفاوضية في القاهرة. لذا نشهد هذا الكباش أو هذا شد الحبال بين الاثنين بأمور لا علاقة لها فعلا بالمعركة الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، أو يعني بما يتعلق بالحرب التي تقودها إسرائيل سواء ضد جبهة اللبنانية أو في غزة. هناك رصيد يجب أن يتجمع لدى كل من الفريقين لمصالح أخرى غير المعركة الحقيقية الدائرة على الحدود الجنوبية اللبنانية. في حين سيدة سناء أنت تربطين بين ما يحصل اليوم في القاهرة من مفاوضات وبين هذه الضربة، في حين يبرر ذلك حزب الله ويقول بأنها هي المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر. بالطبع هو سيقول ذلك، وهو مضطر إلى أن يرد على اغتيال قائده العسكري الأقوى فؤاد شكر، وإذا لم يفعل ذلك يخسر أمام بيئته، ويعني يخسر بالنقاط ويخسر بالهيبة والسلطة. وكذلك هناك جانب آخر في هذه العملية التي حصلت فجر اليوم. هناك مفاوضات في القاهرة. من جهة هو يقول أنه لم ينسى فؤاد شكر وهذا هو القسم الأول من الانتقام له، ومن جهة ثانية يقوي أوراق حماس في المفاوضات مع يعني اشتعال الجبهة بشكل أخطر من المعتاد ضد نتنياهو لتحسين المفاوضات وتحسين أوراق حماس التي يعني تعاني من إلا ما بعد كل ما حصل في المنطقة وبعد كل يعني التنكيل الذي حصل بالفلسطينيين في غزة. نعم، نفهم مما تفضلت به سيدة سناء بأن يعني ما قام به صباح هذا اليوم حزب الله هو بمثابة يعني تلميع صفحته عند مؤيديه في الداخل اللبناني، ومن جهة أخرى أيضا هو كرد جزئي على يعني مقتل القيادي بحزب الله. وبالتالي إلى أي مدى اليوم يعني اللبنانيون يعني مستمرون في تحمل قرار يعني الحرب والسلم عند بيئة حزب الله؟ ماذا بالنسبة لكل لبنان إذا ما نظرنا إلى تحركات الحكومية؟ ميقاتي عقب الاجتماع الوزاري الطارئ قال نجري اتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد، هناك من وصفه بأنه صدى لما يقوم به حزب الله. بالتأكيد كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية هذه الأيام هو كأن هناك ريموت كنترول يعني على التحكم عن بعد من قبل حزب الله. لا وجود لسلطة لبنانية يمكن للبنانيين أن يثقوا بها. يعني لا أحد في لبنان يصدق أن هناك لجنة طوارئ أو خطة طوارئ لمساعدة المدنيين اللبنانيين. حتى يعني كل التصرفات كتبني وزارة الصحة إعلان عدد الضحايا أو هذا هو كله يخدم حرب المشاغلة التي شنها حزب الله وتفرده بقرار الحرب والسلم بمعزل عن إرادة اللبنانيين. لكن هذا لا ينفي أن رد حزب الله هذا الصباح كان مدروسا على خطين.
يعني هم اختاروا هذا التوقيت بالذات ليس صدفة، هم اختاروه ليأتي من جهة بشكل ضغط في المفاوضات، يعني هذا ما تقصد، وليضعوا بصمتهم على خط المفاوضات الجارية مع كل الأخبار يعني الواردة والمتواترة التي تحكي عن تقدم محتمل ما. لذا هناك يعني شد الحبال الحالي على جميع الجبهات هو يعني هنا يمكن أن تبرز مسألة وحدة الساحات، وهنا يمكن أن يبرز توجيه المحور الإيراني لحزب الله، توجيه رأس المحور يعني إيران لحزب الله بهذه الضربة الصباحية لاكتساب أوراق ما في المفاوضات. نعم. يعني وبالتالي العمل على خطين، خط داخلي وخط خارجي. نعم سيدة سناء، يعني هناك تشكك لدى المتابع ولدى الناس من نوعية يعني هذه المواجهات بين كل من إسرائيل وحزب الله، وكما تفضلتي وذكرتي بأن كل هذه الأمور ربما محسوبة، وبالرغم من أنه قول كل الفرقاء بأنهم لا يريدون حرب شاملة، وهل من الممكن أن يبقى الوضع في لبنان على ما هو عليه من إسناد ومشاغلة؟ أتوقع ذلك لأن الحرب المفتوحة ليست في مصلحة أحد هذه الأيام، يعني كما أصبح معروفا أن اللبنانيين لا يحتملوا حربا، وحزب الله لا يمكن إلا أن ينتبه إلى هذه النقطة، لا يحتملوا حربا واسعة مع قصف عشوائي على كل المناطق اللبنانية. حزب الله مهما كان لديه من صواريخ ومهما أظهر فيديوهات عن أنفاق لا يستطيع أن يتجاهل أن اللبنانيين لا يريدون له هذا التفرد بقرار الحرب والسلم، ولم يعودوا يحتملوا حتى في البيئة الحاضنة. أذكر أن أحد أبناء القرى الحدودية الخالية تماما وصف قريته بأنها أصبحت ملعب فوتبول، وأن لا أحد سيعوض عليهم، وهم لا يملكون أدنى اعتقاد أو إيمان بأن هناك من سيعوض عليهم وسيعود بناء قريته التي لم يبقى فيها حجر على حجر ولا ورقة خضراء كما قال بالحرف الواحد. بالتالي حزب الله لا يستطيع أن يتوغل أكثر مما هو عليه. إذا أراد نتنياهو أن يتوغل تلك مسألة أخرى، ولكن يبدو أن هناك لجما من الولايات المتحدة لمثل هذه الخطوة التي تنسف كل القواعد الاشتباك الحالية. نعم، وبالتالي هل نتوقع يعني أي تغيير في الوضع القائم فيما يتعلق ب 1701، لا سيما وأن كان هناك زيارات متعددة لآموس هوكشتاين، أم أيضا يعني كل ذلك متوقف على ما سيحصل في غزة وربط كل ما يحصل في جنوب لبنان بجبهة غزة؟ ربما من المنطقي القول أن عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في المفاوضات الجارية في القاهرة أو التي ربما تستكمل فيما بعد سيأتي دور لبنان. حتى الآن لبنان هو في الصف الثاني، في الصف الأول تبقى قضية غزة ووقف إطلاق النار فيها. إذا ما تم التوصل إلى أمر كهذا يكون هذا التصعيد الحاصل حاليا على الحدود الجنوبية للبنان هو تمهيد لخطوات مرتقبة مستقبلية بعد إنجاز هذه الخطوة التي لا تنتهي بكبسة سر على أي حال. نعم. بعد إنجاز خطوة غزة باتجاه البحث عن كيفية تطبيق 1701، وحينها ربما تستعر قليلا الجبهة الجنوبية وصولا إلى يعني اشتد أزمة تنفرج وصولا إلى الكل يتوقع أن يكون هناك ضربة يعني واحد. ولكن هل ما حصل اليوم هو هذه الضربة المتوقعة أو نتوقع جولات أخرى باختصار شديد؟ لا أظن، لا 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 أظن ذلك. حتى هذه الضربة نحن في لبنان يعني الأخبار أكبر من الوقائع على الأرض، يعني لم يشعر اللبنانيون أن هناك تغييرا كبيرا ما، هناك تهويل أكثر من التغيير. يعني هذه الضربات متلاحقة من قبل إسرائيل، دائما إسرائيل ما تبادر إلى هذه الضربات. حجم الصواريخ التي قيل أن حزب الله أطلقها 320، لا أعرف يعني العدد الدقيق،
حجم الصواريخ التي أطلقها أو الكلام عن أن هناك هدف قد أصيب وسيعلن عنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء، هو يعني هنا العلامة الفارقة فيما حصل. نعم. ولكن علينا أن ننتظر يعني لنرى مدى فعالية ما سوف يرد في خطاب حسن نصر الله على الأرض، ولكن اللبنانيين كما قلت لك لم يشعروا بأي يعني شعروا بالخوف أكثر مما شعروا بخطر قريب منهم. نعم. على كل حال هناك حتى يعني أحد الضيوف من أطلق على ما حصل اليوم بمثابة بروفا أولية. أشكر لك هذه المشاركة معنا من بيروت الكاتبة الصحفية سنة الجاك، شكرا لك. واو. אני הולך למשמרת עכשיו. יו! مشاهدينا ننوه بهذا العاجل عن وزير الدفاع الإسرائيلي يقول بأنه ناقش مع وزير الدفاع الأمريكي أهمية منع التصعيد الإقليمي. أيضا كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكثيف إسرائيل والولايات المتحدة جهودهما في تعقب يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وذكرت الصحيفة أنه في يناير الماضي شنت القوات الإسرائيلية غارة على مجمع أنفاق معقد في جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود السنوار هناك، لكن وبحسب الصحيفة فقد تبين لاحقا أن السنوار كان قد غادر الموقع قبل أيام من الهجوم، كما أنشأت إسرائيل والولايات المتحدة وحدة خاصة داخل جهاز المخابرات الإسرائيلي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وكلفتها بمهمة اعتراض الاتصالات والبحث عن السنوار لكشف موقعه وفقا للصحيفة. كذلك لفتت الصحيفة إلى أن واشنطن زودت إسرائيل بأجهزة تنصت تخترق الأرض ولكنها لم تنجح بتحديد موقعه. وذكرت الصحيفة أن السنوار خرج أكثر من مرة من الأنفاق ولم يعرف بذلك إلا بعد عودته. نشير أيضا مشاهدينا إلى هذا العاجل نقلا عن وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل ضد إيران ووكلائها في المنطقة.
وبالعودة إلى أخبارنا، ورغم الضربة الإسرائيلية انطلقت بالقاهرة جولة محادثات جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت مصادر الحدث أن التباحث يجري حول هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار، يليها وقف شامل، وأيضا حول محور فيلادلفي ومعبر رفح، وأن الوفد الإسرائيلي قدم اليوم رده على مقترحات سابقة. ووصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يوم أمس للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة. وأكدت حماس استعداد الحركة لتنفيذ ما اتفق عليه سابقا، مطالبا بالضغط على إسرائيل للقبول. وأفيد أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجيرج أجريا محادثات مع كبار المسؤولين المصريين والقطريين. وأكد إعلام إسرائيلي وصول وفد إسرائيل إلى القاهرة برئاسة مدير الموساد ديفيد برنيع. وذكرت مصادر مصرية أن جولة اليوم ستكون مفصلية من أجل بلورة اتفاق سيعلن عنه إذا نجحت واشنطن في الضغط على نتنياهو. أيضا مشاهدينا، ننوه بهذه العواجل، وعن نتنياهو يقول: اتخذنا اليوم الخطوة الأولى نحو عودة سكان الشمال لمنازلهم بأمان. أيضا مصادر الحدث كشفت أن الوسيط المصري بالنسبة للمفاوضات الجارية في القاهرة ضغط لتجزئة انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا لإقناع حماس. وقالت أن الوسيط المصري طمأن حركة حماس لقبول تجزئة انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا، مشيرة إلى أن الوسيط المصري كشف لحماس رفض القاهرة لأي وجود دائم إسرائيلي في محور فيلادلفيا، وأن وجود الجيش الإسرائيلي مؤقت لحين انتهاء العمليات العسكرية في القطاع. مصادر الحدث أكدت أن الوسيط المصري قال إن القاهرة تصر على إخلاء معبر رفح مع أول أيام صفقة التبادل لتجهيزه من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين. بدوره أبلغ الوفد الإسرائيلي المسؤولين المصريين بإمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من 5 نقاط عسكرية في محور فيلادلفيا من أصل 8. وبحسب مصادر الحدث فإن الوفد الإسرائيلي أوضح أن الجيش الإسرائيلي سيبقي على نقطتين في غرب معبر رفح البري وأخرى شرقه. المصادر أكدت أن كان رد حماس إيجابيا فستقدم إسرائيل تنازلا يتمثل في قبول المقترحات حول آلية عبور الفلسطينيين عبر محور نتساريم من جنوب القطاع إلى الشمال. وأيضا مجددا نذهب إلى القاهرة، حيث ينضم إلينا من هناك صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك برفقتنا سيد صلاح. في متابعة لهذه المفاوضات، يقال بأن اليوم الجولة ستكون مفصلية لبلورة ما سيتم الاتفاق عليه، وبالتالي كيف تقيم هذا الكلام، وبماذا ينبئ المشهد من مصر حول هذه المفاوضات؟ نعم، بالفعل هذه الجولة مهمة للغاية، نظرا لأن كل الأطراف الوساطة تحديدا تبذل جهودا حثيثة وجهودا بذلت على مدار الأيام التي تلت المفاوضات، الجولة السابقة من المفاوضات التي عقدت يومي 15 و16 من أغسطس الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، والتي يعني كادت أن تنتهي دون نتائج ملموسة نظرا لتمسك الجانب الإسرائيلي بالسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، الأمر الذي رفضته حركة حماس واعترضت عليه بطبيعة الحال، ورفضته مصر من جانبها، لأن مصر ما زالت مصممة على ضرورة الانسحاب الكامل من
معبر رفح إلى جانب ضرورة الانسحاب من محور فيلادلفيا. فالآن هناك تدخل أمريكي واضح بعد المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة من جانبه لتقليص الهوة بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي. إسرائيل الآن حاولت أن تتخلى عن التحكم في محور فيلادلفيا إلى جانب أن المفاوضات تسير الآن بإمكانية أن يتم التحكم في معبر رفح من الجانب الفلسطيني أو من أطراف السلطة الفلسطينية أو من أطراف الاتحاد الأوروبي كما كان السابق أو كان الاتفاق عبر الفترة في الفترة الماضية. الآن المفاوضات تجري وهناك يعني مشاركة من جانب حركة حماس لكن مشاركة غير مباشرة. هناك وصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية أمس إلى القاهرة لمتابعة ما يجري على أرض الواقع إلى جانب أنه الآن تدور المفاوضات برئاسة رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الشباك إلى جانب رئيس لجنة المفقودين في إسرائيل. فهناك جدية في هذه المرحلة ورغبة حقيقية خاصة بعد التصعيد الذي شهدته المنطقة في أعقاب يعني العملية التي قام بها حزب الله والتي قامت بها إسرائيل فجر اليوم والتي تنذر بأن هناك إمكانية لتصعيد الأحداث وهو ما تحاول كل الأطراف أن تتجنبه بطبيعة الحال. والعمل يجري على قدم وساق من أجل إنجاح هذه الجولة من المفاوضات باعتبار أنها هي الحل الوحيد لحل هذه الأزمة التي استعصت على الحل منذ 7 أكتوبر الماضي. سيد صلاح، يعني هل من معلومات إذا ما كانت هذه المفاوضات اليوم ستستمر أم بأنها ستنتهي هذا اليوم، خاصة وأن الجانب المصري يضغط لتجزئة انسحاب إسرائيل لمحور فيلادلفيا وهو يحاول إقناع حماس، ويبدو أن هناك نوع من التقدم إذا صح القول؟ هناك بالفعل مساعي يعني حثيثة من الوسيط المصري من أجل إنجاح هذه الجولة، حيث ترى مصر أن هناك إمكانية لإحداث اختراق في هذه الجولة تحديدا، لأنه أصبحت الأمور الآن مؤهلة للوصول إلى اتفاق، خاصة وأن هناك رغبة يعني حسيسة خاصة من جانب الولايات المتحدة أن تحدث اختراقا ما في هذه الجولة تحديدا. وبالتالي يعني يتم العمل حاليا على أن يتم إقناع الطرفين بمحاولة تجزئة الانسحاب من محور فيلادلفيا، خاصة وأنا كما أشرت إلى أن الولايات المتحدة يعني تبذل جهودا من أجل أن يتم قبول هذا المقترح من رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ما زال مصرا حتى الآن على الاحتفال بتواجد عسكري أو وجود عسكري في محور فيلادلفيا، والأمر الذي ترفضه مصر. وهناك إمكانية أن يتم تجزئة هذا التواجد وأن يتم تجزئة الانسحاب بشكل بحيث يعني إسرائيل الآن يعني كانت في الجولة السابقة تريد الاحتفاظ بثمانية نقاط في محور 8 نقاط عسكرية في محور فيلادلفيا. الآن الأمور تتركز حول إمكانية أن يعني تتمسك فقط ب3 نقاط وتنسحب من النقاط الخمسة الأخرى. هناك الآن محاولة لإقناع الأطراف كافة بأن يبذل جهود في هذا الصدد حتى يتم السماح بدخول المساعدات مجددا عبر معبر رفح الذي سيتم إخلاءه تماما من الجانب الفلسطيني ويتم انسحاب القوات الإسرائيلية منه تماما وفقا لما يعني تسرب من الاجتماعات حتى الآن. هناك محاولات تبذل من أجل التوصل إلى حلول قبل مساء هذا اليوم لعدم يعني الإخفاق في هذه الجولة تحديدا، خاصة بعد التلويح بتصعيد الأمور أكثر مما هي عليه الآن ودخول أطراف أخرى على الخط بمحاولة التصعيد الإقليمي الذي يخشى الجميع من أن يؤثر على المنطقة بأسرها أو يتأثر العالم كله بما يجري في منطقتنا. فأعتقد أن الحل الآن يكمن في ضرورة أن يتم التوصل إلى نتيجة لهذه الجولة من المفاوضات وأن يتم التوصل إلى اتفاق يتبعه بعد ذلك اتفاقات أخرى، خاصة وأن هذه الجولة سيكون هناك وقف لإطلاق النار يستمر على مدى 42 يوما ويتم تبادل عدد من المحتجزين من الجانبين، إلى جانب أنه أيضا
هناك إمكانية لأن تعقب هذه الجولة جولات أخرى يتم بمقتضاها الاتفاق على وقف لإطلاق النار شبه كامل وانسحاب إسرائيلي من الجزء المتبقي من محور فيلادلفيا، أي أن يتم تجزئة الانسحاب الإسرائيلي خلال هذه المرحلة تحديدا. نعم، هل هناك ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة الأمريكية لحماس؟ وهذا كان مطلب لحماس منذ 2 يونيو. هل اليوم هناك ما يضمن هذا الاتفاق؟ هناك الجانب المصري، وأيضا ماذا عن الولايات المتحدة؟ هل من معلومات أوفى؟ هو حتى الآن لم يتم تقديم أي شيء مكتوب من جانب الولايات المتحدة أو من غيرها، لأنه كل طرف يتمسك بضرورة الحصول على ضمانات مكتوبة. الجانب الفلسطيني يصر على أن يعطى ضمانات من جانب الولايات المتحدة باعتبارها أحد الوسطاء الرئيسيين في هذه الجولة، باعتبار أن الولايات المتحدة هي التي تضغط بشكل مباشر على إسرائيل. فحتى الآن لم يتم التوصل إلى ضمانات مكتوبة، لكن هناك الوسيط المصري والوسيط القطري اللذان يبذلان جهدا كبيرا في سبيل إنجاح هذه الجولة، حتى يعني يمكن تلافي المزيد من إراقة الدماء حتى يتم التوصل إلى حلول. حتى الآن هناك محاولات لإجبار إسرائيل على الإذعان لما يتم الاتفاق عليه بضمانة أمريكية، وهو ما تعهدت به الولايات المتحدة أنه سيتم بالفعل طبعا بجهود ومشاركة فاعلة من جانب رئيس جهاز المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز، الذي تعهد بأن يتم التزام إسرائيل بما يتم التوصل إليه حتى الآن، إلى جانب أنه المشاورات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتصالات التي أجراها سواء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أو مع الأمير تميم بن حمد أمير قطر خلال المرحلة الماضية، والاتصال الهاتفي الذي أجراه مع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، هو جو بايدن يصر على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار والعمل على حل الأزمة داخل قطاع غزة. أعتقد أن هذه هي الضمانة الوحيدة حتى الآن في سير هذه الجولة من المباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين. هذا هو ما تم التوصل عليه إليه حتى الساعة. ومن المعلوم أن هناك أهمية كبيرة للضغط الأمريكي، لا سيما وأن الرئيس جو بايدن يربط يعني أي تقدم في هذه المفاوضات بتحقيق خرق والوصول إلى اتفاق، يربطه بالانتخابات الأمريكية. يبدو أن الوقت داهمنا. نشكر لك هذه المشاركة معنا من القاهرة صلاح مغواري، شكرا لك على هذه المشاركة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. تابعوا دائما قناة الحدث، يمكنكم أيضا القيام بزيارة إلى موقعنا الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء، أعود وألقاكم بعد ساعة من الآن.